صرح مدير عام مديرية شرطة المحافظة الشمالية عن وقوع عمل إرهابيين اليوم السبت تمثل في تفجير سيارة بواسطة أسطوانة غاز في منطقة البديع عند سور حديقة يرتادها أهالي وأطفال المنطقة دون وقوع إصابات. وأوضح بأنه فور تلقي البلاغ عند حوالي الساعة 6:24 مساء توجهت الأجهزة الأمنية على الفور لموقع الحادثة وقامت باتخاذ الإجراءات اللازمة، حيث أشارت التفاصيل الأولية إلى أن الإرهابيين قاموا بوضع أسطوانتي غاز بداخل السيارة وانفجرت إحداهما، مضيفا بأن التفجير وقع أثناء وقت الإفطار وهو ما حال دون وجود أحد في الحديقة. وأضاف مدير عام مديرية شرطة المحافظة الشمالية بأن عمليات البحث والتحري جارية لتحديد هوية الجناة والقبض عليهم لتقديمهم للعدالة. المعلومات الأولية اللي عندنا عمل إرهابي تمثل في تفجير سيارة النوع بيكاب في منطقة البديع. والتفاصيل الأولية تشير إلى أن الانفجار ناتج عن وضع الإرهابيين عدد 2 سلندرات غاز داخل السيارة. واحدة من السلندرات هاي اسطوانات الغاز انفجرت، والثاني تم السيطرة عليه من قبل الإخوان في الدفاع المدني. علما بأن التفجير الإرهابي كان بالقرب من حديقة البديع، وهذه الحديقة بلا شك أن يرتادونها جميع الأطفال والعائلات وكبار السن، ولكن بلطف الله سبحانه وتعالى أن في هالوقت هذه وقت التفجير ما كان الأحل لأن وقت الإفطار، هذه اللي الله حفظها الأرواح اللي كان يمكن أن تتسبب فيه الانفجار هذه. كل الجهات الأمنية متواجدة في الموقع وتأخذ إجراءات. هذه التفاصيل الأولية ممكن أن أتكلم فيه. بسم الله الرحمن الرحيم، أحييكم من أمام مكان الانفجار في منطقة البديع، حيث وقع انفجار إرهابي لسيارة كانت متوقفة بالقرب من حديقة البديع. أسفر عن هذا الانفجار تحطم السيارة واشتعالها بشكل كامل. وقع هذا الانفجار متزامنا مع موعد الإفطار. طبعا نحمد الله بأن ليست هناك خسائر بشرية نظرا لكون الانفجار وقع مع موعد الإفطار، وهذه الحديقة عادة ما ترتاد من قبل الأطفال وأهالي المنطقة. تبين طبعا من خلال المعاينة الأولية التي قام بها طاقم مسرح الجريمة والفرق المعنية بمتابعة مثل هذه الإجراءات أن الانفجار ناجم عن وجود اسطوانتي غاز انفجرت واحدة منهما، وتمت السيطرة على الاسطوانة الأخرى من قبل الإدارة العامة الدفاع المدني. هذا ما لدينا حتى هذه اللحظة، وسوف نوفيكم بالمزيد فور ورود هذه المعلومات. تقبلوا تحيات فريق الإعلام الأمني وشكرا جزيلا لكم.